ترتد ويحاول يحطها لما تتخلص توصل ايضا لورتيجا وارتيجا الكره معاه وارتيجا يحاول يمر وضرب الجزاء بنالتي بنالتي ضرب الجزاء لمصلحه المنتخب الارجنتيني ضرب الجزاء بنالتي للارجنتين بنالتي للارجنتين اورتيغا يتعرقل سليمه وصحيح ماتيوس يونسون اللي نزل في الشوط الثاني مكان اندريس سبنسون هو اللي عرقل اورتيغا وضرب الجزاء وهذا ايضا لارسون يترك الملعب لارسون يترك الملعب ل 21 من السويد 21 ابراهيموفيتش سلطان ابراهيموفيتش هذا هو ابراهيموفيتش وهذا طبعا اصل بوسني وضرب الجزاء تلعب خلص الحارس يحط وجول وجول يعني حتى هذه ما رضيت تدخل حتى هذه ما رضيت تدخل حتى ضربة الجزاء لولا كريسبو اللي تابعها متابعة كانت من كريسبو وبالتالي يتجدد امل الارجنتين شوف تلعب من اورتيغا ترجع من حارس المرمى هذا هو شوف حطه شوف حطه شوف حطه قراها مباشره الهيدمان راح له على طول كريسبو متابعه سليمه كانت من كريسبو وبالتالي سجل كريسبو هدف الارجنتين 1-1